هذه حواضة الأزول اللي نبغى نشيل منها بإذن الله نعلف الدجاج. ناخذ نعطي الدجاج مباشرة على طول ليسأل أن تجففها، لا ما نجففها، سواء الدجاج أو البط على طول نسحب منها الأحواض بهالشكل هذا ونعطيهن على طول. على طول ما يحتاج تجفيف، من الحوض مباشرة علف الدواجن على طول. المضافين الجدد اللي يسألون عن الأزولة وكيف زراعتها، طبعا هي تنمو على سطح الماء، نموها على سطح الماء، تاخذها وتنقلها للحوض الثاني وتبدا تكاثر. ارتفاع الحوض بلكه، ولو كان بلكتين يكون افضل وافضل. طريقه عمل الحوض موجود لها شرح كامل بحسابنا. يعني بعد اضافه البلكتين لو اضفت بالارض شيء علشان بس ما يخرم عليك الكيس، فرش قديم او اي كيس، وبعدها تفرش عليها الكيس حق البيوت الزراعيه. وتعبيه ماء. احتياجها للماء عملية التبخر فقط لا غير، يعني احتمال فترة الصيف كل شهر أو 20 يوم تزودها زيادة مرة، كل شهر مرة، بشتى يمر 4 شهور 5 شهور إذا عبيتها مرة واحدة تكفي. إضافات للأسمدة زي ما ذكرنا، البقري المعالج حراريا ممتاز، ممكن إنك تستخدمه أول مرة ويمر 3 4 5 6 شهور ما تحتاجه مرة ثانية. يعني إذا وفرت لها حوض وحفظ الماء وضفت السماد البقري معالج حراريا وعبيت الماء تضيف الأزول وبس. الصيف ظلل عليها بظل، واشتى المناطق الباردة تضيف عليها الكيس حق البيوت المحمية علشان يحفظ الحرارة. ناس يسألون كم مرة تحرك الماء الحوض، كم مرة تحركه؟ ما فيه تحريك. يقولون هل فيه نافورة داخل الماء؟ لا ما فيه أي شيء. نفترض ان هذا حوض، سواء انت تبغى تسوي حوض او تبغى تسوي حوض عن طريق بلك، طبعا بدون بنيان، احنا نحط بلكتين فوق بعض ونمشي. كم نبغى الامتداد؟ 7 8 9، والعرض يفضل انه يعني 3 علشان تقدر تظلل عليها وتغطيها وتسيطر عليها. فاذا حطيت بلكتين والطول بكيفك، العرض زي ما ذكرنا 3، بعدها تفرش عليها اي فرش قديم، وبعدها تضيف الكيس حق البيت المحمي اللي حفظ الماء. تعبي الماء، تضيف السماد البقري المعالج حراريا، طبعا يجي زي البودرة، تحركه داخل الماء، إذا في شوايب تسحبها وتضيف الأزول بس. صيف ظلل عليها، أشتى منطقتك باردة غطى عليها بالكيس علشان يدفيها، هذا احتياجها. والماء زي ما ذكرنا عملية التبخر فقط لا غير، لأنها هي زي الصحن أو زي الكيس، يعني شيء يحفظ الماء ما في تسريبات.
طبعا تزرعها مره واحده وتبدا تستمر عندك على طول باستمرار. كم تبغى تسوي حوض، حوضين، ثلاثه، اربعه، عشره، على حسب حلالك اللي عندك. وبعدها تبدا تسحب منها بشكل يومي وتعلف طيورك.